والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع دينا الشرف. تفضلي. شكرا لك إلهام، شكرا لك يوسف، والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. تواصل الدولة جهودها في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية بجميع مؤسساتها ضمن استعدادات مصر لاستضافة كوب 27 في نوفمبر المقبل. وفي هذا الإطار أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن استراتيجية الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية تركز على عدة محاور، أهمها حوكمة وتوطين التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات وفق أولوياتها وتطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية. كما أشار وزير التنمية المحلية إلى دمج البعد البيئي في تطوير نظم مجالات العمل الإدارة المحلية، وأيضاً دعم الاقتصاد الأخضر للتنمية الاقتصادية بالمحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت مشروعات لدعم برامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية بتكلفة بلغت 225 مليار جنيه. عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ووزير الطيران المدني محمد عباس حلمي أول اجتماع موسع، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بكافة ترتيبات استعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27. وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز فيديوهات مصورة تقدم نبذة مختصرة للزائرين عن المؤتمر، والتي سيتم عرضها من خلال الشاشات الموجودة بصالات المطارات وأخرى ستعرض على متن الطائرات. كما أشار وزير الطيران المدني إلى أهمية اللقاءات التنسيقية الدائمة بين الوزارتين، مشيدا بالجهود التي تبذلها فرق العمل المشتركة من الجانبين، لافتا إلى الدور الهام للجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الطيران بشأن متابعة التنظيم واستعدادات المطارات بما يسهم في خدمة المشاركين في المؤتمر. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية وبالتنسيق مع مختلف محافظات الجمهورية لتحديد المزايا التنافسية الإنتاجية لكل محافظة، وذلك لربطها بالسياسة الصناعية والتصديرية التي تعدها الوزارة حالياً بما يسهم في رفع الكفاءات الإنتاجية للمحافظات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وصادراتها للأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع كل من محافظ بورسعيد عادل الغضبان ومحافظ الشرقية ممدوح غراب، وذلك لبحث الأنشطة الإنتاجية والصناعية بالمحافظتين والوقوف على أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون والمصدرون لإيجاد حلول لها. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وزير البيئة والزراعة وتنمية الريف القبرصي كوستاس كاديسا والسفيرة القبرصية في مصر بولي لوانوا والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أكد وزير البترول على متانة العلاقات المصرية القبرصية قيادة وشعبا، والتي تسهم في دعم التعاون الاقتصادي والعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أن التعاون في مجال البترول والغاز يمثل أحد المحاور الهامة في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتطرق الحوار إلى أهمية القمة العالمية كوب 27 للمناخ التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل. ومن جانبه أكد الوزير القبرصي على أهمية انعقاد قمة المناخ، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب قبرص بدعم جهود الحكومة المصرية لإنجاح المؤتمر. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات القطن عام 2021، وبلغ إجمالي كمية الصادرات 1,761,000 قنطار متري من أول الموسم حتى نهايته، مقابل 874,000 قنطار متري في الموسم السابق، عليه بنسبة زيادة قدوها 1.5%.
بالنسبة لزيادة كمية الإنتاج من القطن، وسجلت دولة الهند أكثر الدول استيراداً للقطن المصري، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 1.5 مليون قنطار متري بنسبة قدرها 87.3% من إجمالي الكمية المصدرة من أول الموسم حتى نهايته. وفي سوق المال، أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، وتراجع رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.967 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 10137 نقطة متراجعا بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 10105 نقاط. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2188 نقطة متراجعا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة. كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3030 نقطة متراجعا بنسبة 9% ليغلق عند مستوى 3102 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيه و12 قرشا للشراء و19 جنيه و23 قرشا للبيع. سجل اليورو 19 جنيها للشراء و19 جنيها و11 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني 22 جنيها و53 قرشا للشراء و22 جنيها و67 قرشا للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و21 قرشا للشراء و5 جنيهات و23 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و8 قروش للشراء و5 جنيهات و12 قرشا للبيع. في الولايات المتحدة، تراجعت عقود شراء المساكن القائمة بوتيرة أقل من المتوقع في يوليو وسط انخفاض طفيف في فوائد القروض العقارية، وهو ما يعيد بعض المشترين إلى سوق الإسكان. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة على أساس العقود الموقعة انخفض 1% إلى 89.8 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن عقود شراء المساكن القائمة التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين ستهبط 4%. ختام أخبار الاقتصاد.